the face part 1 the face consists of skin and uh, the underlying muscles uh, the skin has uh, some features uh, which is different from other parts of the body Uh, I mean the skin of the face is different from other uh, part the skin on the on the other part of the body such as the skin of the face has numerous sweat and sebaceous glands الجلد الموجود على الوجه يتميز uh, بميزات شوية قد اختلاف عن السكين الموجود في بقية أجزاء الجسم الأخرى أول نقطة هنا راح يكون عندنا بالفيس uh, السويت جلاند والسافيشيوس جلاند الغدد العرقية والدهنية تكون أدنى عددها كبير النقطة الأخرى facial wrinkles lie at right angles to the line of pull of the underlying muscles يعني التجاعيد مثل ما تعرفون أنتو أكثر مكان يصير به تجاعيد كل ما الإنسان يكبر هو منطقة الوجه ترتيب هذه التجاعيد تكون على يعني مسوية زاوية قائمة زين أو زاوية عمودية مع الفايبرز الموجودة بالمسلز مثلا عندنا هذه المصل متكونة من عدد من الفايبرز الرنكلز اللي راح تصير بهذه المنطقة راح تكون عندنا عمودية على هذه الفايبر أيضا مثال آخر هنا بالفورهيد منطقة الجبهة الفايبرز مالت المصل راح تكون أدنى لونجيتودينال او يعني فيرتيكال عدله بينما الرينكلز راح تتكون راح تكون عندي هوريزونتال ليش لانه المصل مثل ما تعرفون هي الوظيفه مالته كونتراكشن راح تتخلص من تتخلص حجمها يصغر هي حجمها يصغر لكن الجلد اللي فوقها طبعا حجمه باقي فيضطر الجلد راح يصير راح يتجعد بمرور الزمن الجلد او منطقة الدرمس اللي هي بيها كولاجين راح يقل قلت هذا الفايبرز لما تقل راح يصير عندي رنكلز فاذا التجاعيد شلون تكون شكلها؟ شكلها يكون عندنا بيربنديكلر على Line of بول of the underlying muscles آه هذه الصفة الرينكلز طبعاً ما نلاحظها بكل أجزاء الجسم آه راح تجينا نقطة ليش ما يصير عندي تجاعيد في بقية أجزاء الجسم أو ما تكون واضحة آه مثل ما هي موجودة آه بالوجه ليش آه لازم أكو سبب طبعاً معين هذا السبب راح نعرفه بعد شوية النقطة الثالثة هي deep fascia is absent in the face except over the parotid gland where it forms the parotid fascia and over the wuxinator forms the buccofaringial fascia and over masseter muscles forms uh, masseteric fascia يعنى شنو هذي معناها؟ عندنا مثل ما تعرفون أنه underlying the skin uh, راح يكون عندي fascia uh, عندي نوعين من الفشيا superficial fascia والdeep fascia superficial fascia اللي هي تكون عندنا ملاصقة إلى ال dermis of skin والديب فيشيا اللي هي تكون عاده تغطي السكيليتال ماسل ايش عندنا هنا ما عندي ديب فيشيا بالفيس ما عدا مناطق معينه فقط يعني كل الماسلز اوف ذا اه فيس اه ما بيها اه ديب فيشيا عدا مناطق معينه من الفيس اللي هي الباروتيد جلاند اللي هي السليفر جلاند طبعا باروتيد جلاند تكون مغطاه بفيشيا اه نسميها باروتيد فيشيا او باروتيد كابسول والفيشيا اللي اه تغطي البوكسينيتر. البوكسينيتر هذه عضلة عضلة اللي تكون الجيك تكون الخد هذه أيضا تكون مغطاة بالفيشيا طبعا أقصد بها بالديب فيشيا وأيضا عندي المسيطة المصل مسيطة المصل العام أخذناها اللي هي واحدة من المصلز أوف ماستيكيشن اه أيضا تكون عندي مغطاة بفيشيا أسميها ماستريك اه فيشيا فقط هذه المناطق البقية كلها ما بيها فيشية فقط فوقها او يعني متداخله مع السوبرفيشال فيشيا ومغطاه بالسكين هذا اللي حكينا قبل شويه هو السكين اما المسلز اوف ذا فيس The muscles of the face نسميها muscles of facial expression يعني هذه العضلات الهيكلية الموجودة بالوجه تنطيني التعابير مات الوجه ار uh, are supplied by facial nerve كل ال muscles حطوا ببالكم راح تجيكم هواية نيرفات uh, حطوا ببالك كل uh, ال muscles الموجودة بالفيس ال مالتها من ال facial nerve facial nerve يا رقم الكرينيال ال cranial nerve هو الرقم السابع ال seventh cranial nerve إذا تتذكرون uh, هو كان mixed هذا النيرف ال ال ميكست يعني شنو ميكست يعني بي موتور بي سنسوري بانواع اخرى من الانرفيشن ال, uh, لكن اللي يطلع يعني البرانشز اللي تجي على الوجه هذه تكون عندي موتور الموتور شو يسوي يحرق يعني يروح على العضلات uh, هو اللي يخلي العضلات تتحرك زين uh, النقطه الثانيه فانكشنالي ذا muscles ار ديفرينشيتد تو فورمز جروبز اراوند ذا اورفيسز يعني شنو يعني آه عمليا او آه آه انه العضلات آه الموجوده بالفيس راح تتقسم الى ثلاث جروبات هذه الجروبات تكون عندي محيطه بالاورفيسز الموجوده بالوجه شنو هي الاورفيسز الموجوده بالوجه the orifices of orbit nose and mouth نقصد الفتحات الموجودة بالوجه هي فتحة الأوربت يعني المحجر العين والنيزل كافيتي والأورال كافيتي الموث هذه شو تكون؟ تكون محروسة بما يسمى بالأيلتس الأجفان والنوسترال ما أعرف شنو ترجمتها بالعربي يعني هذا الخشم منطقة الخشم هذه المنطقة نسميها نوسترال وأيضا اللبس اللي هي الشفاه Uh, the muscles have bony origin but have no tendons and are inserted into the skin and lie in the superficial fascia. <applause> هذه النقطة جدا جدا مهمة اللي هي تفسر لنا ان شاء uh, الله اللي قلنا ليش صار تجاعيد. هنا عندي these muscles have bony origin يعني هذه العضلات عندها uh, يعني تطلع origin شنو المكان تطلع من عند العضلة تطلع من البون but have no tendons and are inserted into the skin شوفوا شنو الاختلاف شنو اللي يختلف بين المسلز اوف ذا فيس عن بقية المسلز الموجودة بالجسم انه هناك كان عندها اوريجن وانسيرشن هذا متفقين عليه كل مسل عندها اوريجن وانسيرشن مكان تطلع من عنده مكان تروح عليه لكن هناك كانت تطلع من بون عادة وتروح الانسيرشن مالتها راح يكون عندي بون راح يكون عندي كارتلج زين ليجمنت هذا ايش راح يسوي؟ طبعا هذه البون والكارتلج والليجمنت مثلا من يعني قريبه على مفصل معين فلما تصير بها كونتراكشن راح تحرك لي المفصل فالجزء من الجسم او كل الجسم راح يتحرك من مكان الى اخر. هنا النو تندنس ما اتى تندنس والانسيرشن اللي هو هذا الشيء المهم انسيرشن مالته راح يكون بالسكين. يعني شنو؟ يعني طالعة من عظم رايحة على السكن زين لما يصير عندي كونتراكشن بهذه المنطقة شو راح يصير؟ السكن هو اللي راح يتحرك لذلك راح يعطيني تعابير معينة سواء الشخص يعني راح يكون عندنا انجري راح يكون عندنا ساد زين وغيرها من التعابير متعجب مثلا يبكي زين كل هذه التعابير من يسويها muscles او فيشل expression ليش سوي هاي التعابير وليش تسوي التجاعيد؟ نفس نفس السبب انه هي الانسيرشن مالتها مو بعظم، الانسيرشن مالتها راح يكون ادي بالسكين، يعني لما يصير بيها كونتراكشن السكين هو اللي راح يتحرك مو العظم، لذلك ماكو يعني ماكو خلينا نقول بالوجه يعني عظم خلينا نقول راح يتحرك، يعني الكونتراكشن لما يصير بالمسلز اوف ذا فيشال اكسبريشن ماكو عظم راح يتحرك، العظم ثابت بمكانه، السكال كل عظامها ثابته بمكانها اللي راح يتحرك منه الاسكن فينطيني تعابير ما ينطيني حركة عضو معين أو حركة جسم أرجو أن يكون الشرح واضح إذا أكو سؤال كتبونا بالكلاس قلنا راح يعني تكون متجمعة على شكل جروبات جروب حول الأوربيتال كافيتي جروب جروب حول النيزل كافيتي وجروب حول الأورال كافيتي أو الموث

هذا المصطلح يتعلق بالجفن بالببرل فالبالببرل فيشر هو شق الجفن هذا هو الفتحة مالت الجفن ايش بيها هاي الفتحة؟ surrounded by sphincter عضلة عاصرة اسميها orbicularis اوكيلي orbicularis اوربيكيلارس اوكيلي معناها طبعا هي كلماتها كلها التشريح يعني اغلب الكلمات ما تعرفون هي لاتينيه فالاوربيكلارس معناها دائريه الشكل دائريه الشكل اوكيلي ايضا بادئه لها علاقه بالعين اي شيء لها علاقه بالعين زين اوكيلي اوكيلو ووراها راح تجي كلمه اخرى فمعناها شيء متعلق بالعين او البصر هاز ا ميكانيزم يعني شنو هذه العضله قلنا الدائريه اللي هي سميناها اوربيكلاريس اوكيلي عندها عضلات تشتغل عكس الشغل مالتها هي شخصيا هي عاصره تقصر يعني شنو يعني تغلق الاجفان بينما الدايليتر دايليتر يعني موسعه راح توسع الاجفان يعني راح تفتح العين او تفتح الاجفان ترفع الاجفان من هي اللي ترفع الاجفان نسميها ليفيتر بالبيبري superiorus levator يعني رافعة palpebrae superiorus يعني رافعة الجفن العلوي palpebrae superiorus palpebrae جفن superiorus العلوي رافعة الجفن العلوي وأيضا عضلة أخرى أيضا ترفع أسميها occipital frontalis occipital frontalis occipital من occipital bone عظم القفة frontalis من frontal بون اللي هو عظم الجبهة آه هذه هي الجزء الأوكسيبيتو جزء الأوكسيبيتو ما دا نشوفه احنا هنا لأن على جهة الأوكسيبيتال بون والفرونتالس هذه هي المنطقة الفرونتالس آه عضلة الفرونتالس اللي هي تسوي تشتغل عكس شغل الأوربيكولاريس أوكيلي Orbicularis oculi has a palpebral part and an orbital part. آه العضلة هذه كلها آه نقسمها إلى جزئين palpebral part والorbital part palpebral part والorbital part palpebral part طبعا palpebral يعني شنو يعني جزء اللي خاص بالجفن بالايليد آه palpebral part fibers arises from medial palpebral ligament شنو هو medial palpebral ligament هذا هو هذا هو آه ال

لو نشوف الجهه اللي بها عظم راح نشوف عندنا الاوربيتال كافيتي حجمه كبير يكون عاده مغطى بشيت اوف سترونج كونكتيف تشو شيت اوف سترونج كونكتيف تيشو اسميه تارسل بليت تارسو بليت التارسل بليت يسوي لي مثل الحاجز عن ما هو موجود داخل المحجر اللي هي وشكم عندنا داخل المحجر العين راح تكون عندنا الاي بول يحمي هذه الاي بول وتيجي تقعد المصل فوق هذا يعني البليتة او فوق هذا الكونكتيف تشو صفح بين بين هذا الشق ما العين وبين الميديال uh, يعني اوف ذا اوربت راح يكون عندي ليجامنت ايش سميناه ميديال ligament من هذا الليجامنت من هذا اللي, اللي هو هنا موجود راح تطلع على من الجهتين الفايبرز مالت البالبيبرو بارت اوف orbicularis oculi و مع بعضها هنا وتسوي ما يسمى بالريفي لاترال بالبيبرو ريفي اذا بالجهه اليمنى اكو عندي ليجامنت الليجامنت هي شنو هي هي خيوط من الكونكتيف الـ تشو تكون عندي جدا قوية مسويت لي حزمة مع بعضها فأسميها ligament يعني هي عبارة عن fibers من هذه الفايبرز راح تطلع المصل الفايبرز اوف ذا مصل اسميها palpebral بارت اوف Orbicularis اوكيلي من هالصفحة تطلع من الجهة العلوية ومن الصفحة السفلية وبعدها تجي هنا يصير بها interdigitation وتتداخل مع بعضها تكون لي lateral palpebral ريفي ال orbital part يكون عندنا الجزء الخارجي الباقي المتبقي من المصل هذه المصل الدائرية زين ال orbital part راح يطلع من وين arises from frontal bone arises from frontal bone and frontal process of maxilla فرونتال بون هو عظم الجبهة فراح تطلعني من عظم الجبهة وراح هذا الجزء طبعا اسميه شنو ماكزيلا وهذا الجزء الصغير اسميه فرونتال بروسيس اوف ماكزيلا فهي راح تطلع من جزئين تطلع من فرونتال بون وتطلع من الفرونتال بروسيس اوف ماكزيلا وتفتر فرة كاملة وترجع الى نفس المنطقة تسوي لي دائرة كاملة زين النيرف سبلاي النيرف سبلاي بالنسبة للاوربيكلاريس أوكيلي قلنا كل المسلز أوف ذا فيس منو راح يعني يغذيها؟ راح يغذيها الفيشيال نيرف وين الفيشيال نيرف؟ هذا هو الفيشيال نيرف طبعا الفيشيال نيرف تعرفون هو كرينيال نيرف معناها يطلع وين؟ يطلع من البرين قبل ما يطلع من البرين راح يمر في مكانات معينة كل ما يمشي هو راح ينطي برانشز اخر شيء راح يصل الى الستايلو ماستويد فورامن راح يطلع من عندنا ستايلو ماستويد فورامن منين يعني وين موجوده موجوده بين الماستويد بروسيس وبين الستايلو بروسيس هنا الستايلو بروسيس ما مبين لانه هو راح يكون عندنا الى الداخل داخل الى جوه راح يكون عندنا ميديالي زين راح يطلع الفيشيال نيرف قلنا من يطلع الفيشال نيرف راح يكون عندنا تقريبا بيور موتور فراح يصير ب برانشز طبعا راح ينطي بالبدايه برانشز الى الخلف وبرانشز الى الداخل وبعدها راح ينقسم الى خمسه خمسه اجزاء فال فالبرانشات المالته اللي تغذي الاوربيكولارس اوكيلي اسميها تمبرال والزيجوماتيك تمبرال والزيجوماتيك تمبرال برانش والزيجوماتيك برانش بعد عنده برانشات اخرى بعد شوي ناخذها زين غذاها الفيشيال نيرف الاكشن مالتها هي شو راح تسوي هي اصلا يعني هي شنو شغلها بالضبط آه شغلها راح يكون عندي قلنا بها تو بارتس اللي هي بالبرال بارت والاوكيولار آه اوربيتال عفوا بارت palpebral part لما يتخلص راح يعني closing the eyelid gently while when the two parts اللي هو orbital وال palpebral part contract together راح يعطيني ال ايضا راح تغلق الاجفان لكن هنا بهالحاله شنو عندنا tightly واضح وحدها البالببرال جنتلي لكن يعني مجرد كانما شخص من مثلا من ينام من ينام شنو آه راح يكون عندنا جنتلي يعني مساد عينه او آه لسبب ما انت حتى لو قاعد لكن تريد تغلق عينك اغلقت عينك جنتلي راح يكون عندي بالببرال بارت لكن من تغلق عينك بصوره جدا قويه مثلا من زعج من ضوء من معين آه راح تغلق يعني تستعمل كل الفايبرز مالت العضلة فراح يكون عندي تايتلي هذا ما موجود بالنسبة لل أوكي وإن شاء الله نكمل بقية المحاضرة بالفيديو الآخر السلام عليكم